أنا اسمي أحمد صبحي، درست الصحافة في كوبا وعملت هناك كصحفي لمدة 8 سنوات. درست في النرويج في معهد المعلمين في مدينة برغن، وعملت كمدرس للغة الأم، وأنا الآن متقاعد. اخترت رواية عالم صوفي للكاتب النرويجي يوستين جوردر. يعد هذا الكتاب من أهم الكتب الأدبية النرويجية، ويسعى إلى إيصال الدهشة للقارئ وتنوير عقله وبناء إنسان مستقل وناقد قائم على المعرفة الهائلة الموجودة في الفلسفة الأوروبية على مدى 3000 عام بمفاهيم بسيطة مفهومة لأي شخص يقرأها. لقد أحسن كاتبنا المبدع صنعا بالتركيز على تحفيز التفكير العقلي. عصرنا الحالي مليء بالمشاكل الصعبة، ونحن بحاجة إلى شخص متنور لمواجهة هذه التحديات. تدور الرواية حول فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، تعيش في منزل نائي بالقرب من الغابة مع والدتها ووالدها الذي لا يعيش معهما معظم الوقت نتيجة لعمله كقبطان لناقلة نفط. عندما عادت صوفي من المدرسة، وكعادتها ذهبت إلى صندوق البريد، لكنها وجدت رسالة واحدة فقط مع اسمها وعنوانها دون ذكر أي شيء عن المرسل، ولم يكن هناك حتى أي طابع على المغلف. في داخل البيت فتحت الظرف، وجدت ورقة صغيرة تحتوي على جملة قصيرة: من أنت؟ متحيرة ومستغربة تقول: ما هذا السؤال؟ ومن دس هذه الرسالة بصندوق البريد؟ ولأنها لم تجد جوابا شافيا مرضيا على هذا السؤال، استغرقت بالتفكير عميقا، وهي في كوخها ملجأها السري الواقع في وسط حديقتهم. وبعد أن استغرقت سلسلة من صور تجارب حياتها مع جدتها وتأملاتها بالحياة والموت، استيقظت من أحلامها وقررت معاينة الصندوق الأخضر من جديد، وإذ بها تتعجب عند مشاهدة رسالة مشابهة بداخله، وفيها كتبت عبارة: من أين جاء العالم؟ لم يكن لديها أي فكرة عن هذه الأشياء، لكنها أكدت أن السؤال يستحق الطرح. لأول مرة في حياتها ترى أن التساؤل عن الجذور الإنسانية أمر ضروري. اعترتها نشوة وجلست لتتمتع بقليل من الهدوء بكوخها. حاولت أن تستعين بالمعلومات التي أعطوها لها بالمدرسة، لكنها لم تعثر على إجابة علمية صحيحة ومفهومة. ابتداء من هذه اللحظة تغير نمط تفكير صوفي، وأصبحت بمواجهة أحاج العالم الكبرى. لن أطيل عليكم، لكنني أود أن أذكركم أن هذه الرواية ليست ككل الروايات كما أكد الراوي، تحتاج القراءة لأكثر من مرة، وأيضا تحتاجون لقلم وقرطاس لتدونون عليه أهم المفاهيم والمصطلحات والسياق التاريخي الذي عاش فيه الفلاسفة.